كابسول 3 لامباكت. جيب لي كلوب غادي يمشي غادي يستقر في واحد المنطقه كما كنقول لكم المره منطقه نائيه اللي جات بين وزان والشاون وعند واحد واحد ساكنه اللي شويه سبيسيال واحد ساكنه اللي ما كيوصلهاش الثقافه ما كيوصلهاش بزاف الحوايج واحد ساكنه اللي اكبر هم عندها هو انها تاكل وزادوا عندهم عندهم واحد الحاجه هو انهم زادوا كيقريو ولادهم لان عندهم من عندهم وصلهم مدارس حتى تما دونك تجيب لي كلوب غادي يجي باش يدخل شي حاجه جديده كيفاش يدخل شي حاجه جديده هو بالبارطاج البروجي كله بارتيسيباتيف كله في مبني على البارطاج اللي هو لا باز ديالو كامله الناس اللي غادي يجيو تجيب لي كلوب اللي غيدوزو العطل ديالهم في تجيب لي كلوب ما غاديش يجيو باش غير يجلسوا يشوفوا الطبيعه ويمشيو يدورو في الجبل ويشوفوا الواد وصافي ونبي بالله عليه السلام لا الناس غادي يجيو غادي يحاولوا يعطيو من داكشي اللي عندهم للساكنه ديال المنطقه دونك هادو غادي يكونوا الحوايج اللي غادي نشرحهم في الفيديو الجايه هو البيمون ديال لي برجمون الناس اللي غادي يجيو كيفاش غادي يخلصوا لي برجمون ديالهم غيكون بهالطريقه هادي دونك لامباكت ديال جبلي كلوب هو انه غادي يدخل شي حوايج جداد شي حوايج اللي كنشوفهم غير في المدينه اللي يمكن يكون عندنا في المدينه شي حاجه نورمال وعاديه وكونسول سهولات تما تقدر تكون شي حاجه اللي انورمال وغير لو فات ان نوصلوا تما يكون امباكت كبير على لا ريجون حاجه واحده اخرى هو ان جبلي كلوب غادي يمشي واحد المنطقه اللي ماشي تورستيك ماشي حقاش ماشي زوينه لا زوينه وعندها بزاف ديال البوتونسييل ولكن ما كيعرفها حتى شي واحد جبلي كلوب جاي غادي يديروا البوز لواحد المنطقه يعني كوتي ايكونوميك غادي يوقع واحد الرواج على المدى الطويل يعني يمكن تعرف ديك المنطقه اكثر يمكن تكتشفوا فيها شي حوايج اللي كانوا شي ناس عارفينها يمكن يتانستالو دوت خوبرج يعني هادشي كامل غادي يحرك ليكونومي في ديك المنطقه وهذا حتى هو امباكت ديال تشبيكا.